بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بكم قراء ومتابعي يوم السابع. احنا النهارده في ازحم مكان في القاهره في ميدان العتبه. طبعا لان المحلات بتقفل الساعه 5 فبيبقى في اعداد كبيره جدا من المواطنين بتبقى موجوده قبل الميعاد بساعه او ساعتين. فاللي عايزين ناكد عليه ان الناس تحاول تنزل بدري. المحلات بتقفل 5 بس هي فاتحه مثلا من الساعه 9 الصبح، لكن اللي بيحصل ان الناس بتنزل قبل حظر المحلات بساعتين او 3، يعني بتنزل 2 او بتنزل 3. فاحنا كل اللي احنا بنحاول نطلبه من الناس انهم ما يتكسفوش تواجدهم في الشارع، خليك في البيت على قد ما تقدر. زي ما احنا شايفين في فرش عشوائي، ناس بتفرش وتبيع في اي حته. نص الشارع على الرصيف، المفروض لما ده على الرصيف انا امشي فين؟ نفس الحكايه، احتلال كامل للرصيف الناحيه الثانيه. كل 100 شخص لابس كمامة، تجمع كبير جدا، كله بيهتف بيبيع. الناس مقبلة على الشراء، على الشراء عندهم مثلا كأن العيد بكرة. برضو مش بنقول للناس ما تنزلش خالص، انزل الضرورة لو عايز تشتري حاجة مهمة. الناس نازلة برضه تشتري فوانيس رمضان، كان بدري. طيب ما بنقولش للناس والله انها غلطانة انها نزلت تشتري، بس نحاول على قد ما نقدر نوزع الوقت في اليوم من الساعة 9 الصبح ومن الساعة 7 الصبح نقدر نجهز ان احنا ننزل. السوق بيفتح بدري، الناس بتفتح بدري لانها عارفة انها هتقفل الساعة 5، ننزل نشتري حاجتنا من غير تكدس، من غير التجمع ده كله. وكلنا عارفين، انتوا اكيد ادرى مني، ان الفيروسات واكتر من كورونا بينتقل عن طريق التجمعات البشريه الكبيره جدا اللي احنا بنشوفها. واكل في الشارع. الشارع ده ما ينفعش اخش خالص طبعا لانه زحمه جدا جدا جدا. هنا في الشوارع اللي هي الواسعة، الشوارع اللي جانبية في العتبة كلها حلها صعب، الموضوع صعب جدا. طبعا مش من مصلحة البياعين ان هم يشوفوا حد بيصور وكده، فاحنا بنحاول نبعد عن البياعين، بس اللي هم ما يعرفوش ان احنا والله بنعمل ده عشان مصلحتهم، عشان مصلحة الناس، خوف عليهم وعلينا. لا قدر الله اصابة واحدة هتقفل لهم السوق كله،
طب ليه؟ طب ما نخلي بالنا من نفسنا، نخلي بالنا من بعض. اللي هو بينزل من غير سبب ويستهتر ده، يعني بيأذيني انا، بيأذيني انا وبيأذيك انت، بيأذينا كلنا. طب ليه؟ يعني مشارع زي ده يبقى اهو، والناحية دي واقفة، والناحية دي اهي واقفة خالص، لدرجة ان انا ماشي في نص الشارع عشان خاطر العربيات واقفة، عشان الناس ماشية كلها غلط، عشان الناس زحمة. فأرجوك خليك في البيت على قد ما تقدر، ابعد عن الأماكن الزحمة على قد ما تقدر، وإن شاء الله إن شاء الله ربنا يعدي الأيام دي على خير. بشكركم جدا.